بالنسبة لتحقيق الجودة في المؤسسات التعليمية، هي مسؤولية الجميع، مسؤولية المؤسسة، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية الأسر، ومسؤولية كذلك السلطات. وبالتالي فهم المدرسة هو هم الجميع. واليوم مؤسستنا هي فتحت الأبواب ديالها للأسر من أجل الاطلاع على نتائج تلاميذ خلال الدورة الأولى للموسم الدراسي 2022-2023. ديال فهاد الموسم نظمت المؤسسة بشراكة مع الجمعية لقاء التواصل الخامس بين الآباء والأمهات والسادة الأساتذة، وهي فرصة للاطلاع على مستوى أبنائهم وأخلاقهم، وإن شاء الله ونتمنى تكون إن شاء الله انطلاقة للأسدس الثاني ونحصلوا على نتائج أفضل. وشكرا لكم ورحمة الله. اليوم كان لقاء التواصلي في مؤسسة بن سينا، تبارك الله دخلنا لقينا الإقبال، وتبارك الله المؤطرين مزيانين، وبنتي عندي بنتي خولة سلاوي كتقرا في الثانية واحد دايزة ذاك العام في السابعة، وتبارك الله الأساتذة مزيانين والحمد لله، ما لقيناش زعما الأطر مزيانين والحمد لله، زعما المؤسسة ما عمرنا شفنا فيها شي حاجة اللي هي خايبة، تلامذ من ضابطين والحمد لله كل شيء زوين.